نتائج وترتيب الدوري السوري بعد نهاية الجولة 20، أهلي حلب يفوز ويلاحق الفتوة، وأيضا بدنا نتكلم عن المباريات الباقية ونحللها ونتكلم عنها مباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة. معكم علاوي من قناة علاوي تيوب، بقناة هاي انزل محتوى رياضي سوري. إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا تنسى تضغط لايك الفيديو وسبسكرايب القناة، وخلونا نبلش بالفيديو. وكالعادة تعرفونا نحن ما نبلش إلا بالثقيل، فنبلش بالمباراة اللي كانت مهمة جدا على سلم ترتيب الدوري وعلى مسألة حصد لقب الدوري ومن هو الذي سيحصد لقب الدوري. مباراة الكرامة أمام نادي حطين، المباراة اللي كانت مو بس تأثر على مسألة حصد الدوري، إنما كانت تؤثر أيضا على مسألة هبوط الأندية. فبفوز أهلي حلب على نادي حطين يقترب أهلي حلب شيئا فشيئا من ملاحقة نادي الفتوة. فأي تعثر مثل ما قلنا لكم لنادي الفتوة، هذا يعني أنه نادي أهلي حلب سينتصر بالدوري بنسبة كبيرة، وأي تعثر لنادي أهلي حلب سينتصر الفتوة بالدوري بنسبة كبيرة. ولكن حاليا الفتوة هو من يتحكم بالدوري للآن. إذا فاز الفتوة بكل المباريات سيحصل على 43 نقطة، بالمباراتين القادمتين سيحصل على 43 نقطة، وما بده أي نتائج أخرى. ولكن هاي النتائج الملاحقة من أهلي حلب أكيد تضغط لاعبين نادي الفتوة، تضغط نادي الفتوة من أجل تحقيق الفوز بالمباريات القادمة. ولكن أيضا ما شاء الله نادي أهلي حلب بهاي المباراة قدم كل شيء، فعلا كان يستحق الفوز. وشفنا شلون رغبة نادي أهلي حلب دخلوه بالفوز بهاي المباراة، فشفنا من أول بداية المباراة أتت عارضة على مرمى نادي حطين، عارضة أهلاوية مسددة بقوة وبامتياز. أيضا كان هنالك عدة فرص ضائعة للأهلي، كان يستطيع الأهلي أنه ينهي هاي المباراة بنتيجة أثقل على نادي حطين. فشفنا عبد الرزاق الحسين أضاع كرات، وأيضا هنالك مهاجمين أهلاويين أضاعوا الكرات، ولكن نادي الأهلي حصد ما يمكن أن يحصده، ما يريد جمهوره أن يحصده، ما يريد الإدارة أن تحصده، وهو الثلاثة نقاط في هذا الموسم وفي هذا الوقت من الموسم يلي اشتدت فيه المنافسة بشكل كبير. أما بالنسبة لنادي حطين فصراع الهبوط لا يزال على أشده. الطليعة يمتلك 13 نقطة، الوحدة والمجد وحطين 12 نقطة 12 نقطة. فالجولة القادمة، الجولة الأخيرة، هي من راح تحسم مسألة هبوط النادي يلي راح يهبط مع نادي الجزيرة. الوحدة، المجد، حطين، الطليعة، هذول الأربعة أندية الجولة القادمة بدهم يلعبون من أجل الهروب من الهبوط. نروح للمباراة الأخرى يلي كانت تجمع ما بين قطبي الكرة الحمصية، نادي الكرامة الحمصي أمام نادي الوثبة الحمصي، ديربي حمص، يلي انتهى هذا الديربي بنتيجة ما تدل على الإثارة يلي ما بين هذول الناديين، وانتهت هاي المباراة بنتيجة التعادل السلبي 0-0. بصراحة هذا الديربي، وكوني عشت بحمص سنين وسنين، هذا الديربي كنت ما أفوته أبدا لما أكون بحمص، لأنه هذا الديربي حلاوته بجماهيره. فبصراحة هذا الديربي اللي لعب اليوم باهت جدا، لأنه ما في جماهير بالمدرجات، فكانت تصير مناوشات جميلة، كانت تصير منافسة جميلة جماهيريا على المدرجات ما بين الجماهير الوثباوية وما بين الجماهير الكرماوي. كان هذول القطبين الجماهيريين العريقين يؤثرون على أداء اللاعبين داخل أرضية الملعب، بعكس أداء اليوم اللي كان متخافت قليلا من الفريقين، نادي الكرامة ونادي الوثبة. ولكن نادي الكرامة ونادي الوثبة ما تأثر النتيجة عليهم إيش ما كانت، سواء ربح نادي الكرامة ولا ربح نادي الوثبة، لأنه الفريقين لا رح يأخذ الدوري ولا راح يهبط، اثنيناتهم مأمنين على نفسهم من الهبوط، واثنيناتهم مو منافسين على الدوري. ولكن هاي المباراة تبقى لها نديتها. طبعا هاي المباراة كانت لتفوق وثباوي قليل على نادي الكرامة، وكان في هنالك تألق مهاجم وثباوي عريق يدعى البرازيلي جاجا. بالمقابل كان في هنالك استهتار وضياع فرص من مهاجم نادي الكرامة علي خليل. اللاعب علي خليل مهاجم نادي الكرامة صراحة مو بس استهتر بالفرص أمام نادي الوثبة، أمام مرمى نادي الوثبة، بل كان بصراحة اليوم عالى على فريق الكرامة. لما تجي الكرة برجله حتى أنه يبقيها
مع لاعبين نادي الكرامة كانت مسألة صعبة عليه، فكان على طول يستخلصونها منه لاعبين نادي الوثبة باستهتار كبير من اللاعب علي خليل. طبعا أنا حضرته مقتطف من هاي المباراة، فكانت 10 دقائق أو ربع ساعة بصراحة من المباراة كفيلة بكشف اللاعب علي خليل وبالأداء اللي ظهر به اليوم، وأيضا هاي الربع ساعة كانت كفيلة بكشف اللاعب جاجة اللي قدم بصراحة مستوى ممتاز أمام نادي الكرامة اليوم، خاصة بمسألة الانضباط واستغلال الفرص والهيمنة على الكرة. نروح للمباراة الثالثة اللي كانت تجمع ما بين نادي الجيش ونادي جبلة، بصراحة تقدر تعتبر هاي النتيجة اللي انتهت فيها هاي المباراة واللي هي 1-1 تعرقل لنادي جبلة، لأنه نادي جبلة كان لسه في شوية أمل بأنه ممكن ينافس على الدوري، لكن حاليا تضاءل الأمل جدا جدا جدا، وأصبح نادي جبلة شبه ما ينافس على الدوري السوري. فهاي النتيجة تقدر تعتبرها عرقلة لنادي جبلة. أيضا نادي جبلة سنحت له عدة فرص أكثر من ركلة جزاء أتت لنادي جبلة، ولكن صدها وردها إبراهيم عالمة، وأيضا صد إبراهيم عالمة ركلة الجزاء هاي نزل لكم إياها على قناتي الثانية اللي اسمها علاو تيوب، ردها إبراهيم عالمة بشكل جميل جدا. ولأن تكلمنا عن إبراهيم عالمة بصراحة لازم نتكلم عن إبراهيم عالمة ونقول إنه إبراهيم عالمة فعلا في تطور بأدائه، سواء بمباريات الدوري السوري أو حتى بمباريات منتخب سوريا بالآونة الأخيرة وبآخر كم مباراة اللي لعبها مع منتخبنا الوطن. هاي المباراة اللي جمعت نادي الجيش أمام نادي جبلة بصراحة كانت مباراة عادلة سواء بالأداء ولا بالنتيجة، فكان في هنالك فرص جبلاوية وكان في هنالك فرص جيشاوية، ولكن بالنتيجة نقدر نقول أنه ليست عادلة لصالح نادي الجيش، لأنه نادي جبلة أتيحت له ركلة جزاء أضاعها بأقدام لاعبه، فكان نادي جبلة يستطيع الخروج من هاي المباراة بالفوز إذا سجل ركلة الجزاء اللي ما في أسهل منها من كرة القدم، ولكن هاي كرة القدم ممكن تضيع ركلات جزاء، ممكن تضيع كرات سهلة، وهذا شيء طبيعي يحدث مثل ما يقولون بأعرق وأرقى الأندية. نروح للمباراة اللي بعدها اللي جمعت نادي تشرين أمام نادي المجد، أيضا حارس منتخبنا الوطني الثاني أحمد مدنية رد وصد كرة لنادي المجد بطريقة جميلة جدا، نفس الطريقة بالذات اللي تصدى لها إبراهيم عالمة وبنفس الزاوية اللي شاط عليها. بصراحة نادي تشرين بهاي المباراة لو أنه خاسر أو متعادل كان تكلمت عن الأداء، لأنه بصراحة أداء تشرين في عليه شوية كلام وفي شكوك وفي نقاط استفهام لازم تنحط على أداء تشرين، ولكن بما أنه نادي تشرين فاز بهاي المباراة وبما أنه أحمد مدنية أنقذ نادي تشرين بالفوز بهاي المباراة، فراح نعديها لنادي تشرين كونه نهاية موسم، ويبقى ما شاء الله نادي تشرين بهذا الموسم تعرض لضغط كبير بالمباريات، خاصة أنه شارك في البطولة العربية قبل أيام فقط. أيضا تعرض للضغط الأكبر في بداية الموسم عندما توفاه الله عراب نادي تشرين والريس الله يرحمه طارق زيني، وشفنا شلون وفاة المرحوم طارق زيني الله يرحمه شلون أثر على نادي تشرين. فببداية الدوري كان نادي تشرين من المهددين بالهبوط مع الأندية المهددة بالهبوط بمتذيل ترتيب الدوري السوري، لكن مباراة بعد مباراة عدل نادي تشرين وضعه وعاد إلى ألقه وتألقه الطبيعي وأصبح يقارع ويفوز على الكبار. طبعا نادي المجد مثل ما قلنا لكم مهدد بالهبوط، وبنهاية الفيديو كالعادة نعرض لكم ترتيب الأندية بعد نهاية الجولة الحالية. نروح للمباراة الأخيرة اللي جمعت نادي الوحدة المهدد أيضا بالهبوط أمام نادي الطليعة المهدد أيضا بالهبوط، فكانت هاي المباراة تجمع ما بين ناديين المهددين بالهبوط، فكانت هاي المباراة عنوانها الهروب من الهبوط، لكن نتيجتها ما توافقت مع هذا العنوان، لأنه انتهت هاي نتيجة هاي المباراة بواحد كل، وكل نادي أخذ نقطة نقطة ولسه الناديين مهددين بالهبوط للأسف. لكن بهاي المباراة بصراحة بدي أتكلم عن حارس نادي الوحدة خالد إبراهيم اللي بصراحة على نادي الوحدة، هو سواء بهاي المباراة ولا بالمباريات اللي كانت بالسابق، خالد إبراهيم اللي مثل منتخبنا الوطني سابقا، حاليا خالد إبراهيم ما قام يقدم المستوى الممتاز والمستوى المأمول منه بأنه يلعب مع نادي الوحدة، خاصة بهاي الفترة الحساسة اللي فيها نادي الوحدة مهدد بالهبوط ب 12 نقطة، يعني متذيل الترتيب حاليا نادي الوحدة. وأنا أقول الحق مو على خالد إبراهيم اللي ما قام يتألق بهاي المباريات، الحق على أحمد عزامي اللي قام ينزل خالد إبراهيم مدرب نادي الوحدة. نروح حاليا على ترتيب الدوري السوري، هذا ترتيب الدوري السوري قبل بداية جولة 20، وهذا ترتيب الدوري السوري بعد نهاية الجولة 20، وبس والله.
تأملوا الترتيب زين. وهذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.